مرحبا. من الأسئلة الكثيرة تدور بالأذهان حالياً، هل يؤمن اللقاح حماية كافية من الفيروس والمرض؟ هل مناعة اللقاح هي سنة واحدة فقط؟ أو رح نحتاج ناخذ جرعة معززة؟ جميع هاي الأسئلة تدور بالأذهان من غير إجابة واضحة. فما مقدار ما نعرفه عن هذا الموضوع؟ هذا رح نحكي عنه. لم تعرف بعد مدة الحماية تأمن لقاحات مرض كوفيد 19 بدقة، ولكن البيانات من التجارب السريرية للقاحات تشير أن المناعة قد تبقى قوية وتدوم لعدة شهور. دراسات لا تزال قائمة لمعرفة إذا كنا نحتاج جرعات داعمة ومعززة لهذه اللقاحات. يبقى الأساس في هذا الموضوع هو موضوع الطفرات التي تطرأ على الفيروس، تأثير هذه الطفرات باللقاح وفعاليته، وقدرة الشركات المصنعة من جانب ثاني على مواكبة هذه الطفرات.